ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما اي كلام وقبل ما اخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده، عايز اشكركم على 14,000 اخ واخت. الحمد لله بفضل الله ثم فضلكم وبفضل دعمكم الحمد لله القناة وصلت 14,000 تقريبا، 14,020 او 22 في الحدود ديت. بس طبعا عايز اشكركم جدا ان انتوا وصلتوني ل 14,000، وان شاء الله بيكم هنكمل ونوصل ل 100,000 بامر الله، وده بفضل الله ثم بفضل الدعم اللي انتوا بتعملوه. ايه هو الدعم بتاعكم بقى؟ ان انتوا تحطوا لايك على الفيديو، علشان هو ده اللي الحاجة الوحيدة اللي بتدعمني، اللايكات بتاعتكم، لان هي اللي بترفع لي الفيديو وهي اللي بتوصله المقترحات وبتوصله لكل الناس. واللي حابب يستفسر عن اي حاجة يسيب لي تحت في التعليقات، وان شاء الله ارد على كل تعليقاتكم. وتعالوا نخش على محور الفيديو اللي هو كارثة بكل المقاييس، كارثة عموما في اسعار الطيور. امبارح اكلم الدكتور البيطري اللي انا بتعامل معاه، اللي انا بجيب منه كتاكيت، لان بصراحة كنت حابب ان انا اجيب دورة كتاكيت بلدي. المهم اتفاجئت ان الكتكوت عمر يوم عامل 12 جنيه. يعني هي كارثة بكل معنى الكلام. يعني كتكوت البلدي عمر يوم واصل معايا 12 جنيه، كتكوت الابيض عامل 23.5. يعني انتم متخيلين؟ يعني لو حد فكر بس ان هو يربي 10 كتاكيت هيبقى عاملين 230 جنيه. العشر كتاكيت الابيض هيبقى عاملين 230 جنيه، ولو 10 كتاكيت بلدي هيبقوا عاملين 120 جنيه، اللي هو سعر الكتكوت رفع وسعر العلف رفع، وكله هيفضل في ان هو يرفع. عموما ما عادش حاجة هتنزل تاني، عشان الناس اللي عمالة بتقول اسعار هتنزل اسعار هتنزل اسعار مش هتنزل. فنصيحة لوجه الله، اللي عنده اي طير هيحافظ عليها عموما. يعني لاني كيلو البط النهاردة عامل 120 جنيه، يعني لو حد جه يشتري دكر بط زي ده عامل 3.25، هيخش له في 370 جنيه. يعني الدكر زي ده عامل 3 كيلو، ما يكفيش 4 افراد، هيخش له في 370 جنيه. يعني طبخة شاملة تخش لها في 500 جنيه. البيض البلدي حاليا البيض عاملة 4 جنيه تقريبا وربع في الحدود دي. هما عامة البطين عاملين 9 جنيه، يعني قريب هتلاقهم البيضة وصلت معانا ل10 جنيه. وطبعا اللي عنده اي طيرة عموما يحاول يحافظ عليها. الطيور ديت اللي عندي دي كلها بتاكل اكل بيتي. انا عايز اقول لكم ان البط ده ما ترباش على العلف. البط ده الناس القديمه اللي متابعه معايا من اول ما البط ده طلع عندي ما ترباش على العلف. شايفين الذكوره اهي، انا لا عامل زوم ولا اي حاجه، بس وطيت كده عشان يبانوا. والنطي اهي ذكر ما شاء الله، اعلى ذكر فيهم اللي هو انهي واحد اللي هناك ده، عامل 4 كيلو الا ربع، عمر 4 شهور حاليا. اقل دكر فيهم عامل 3، تمام؟ يعني هما من 3 ل 4 الا ربع، 4 دكرة و5 نطي. طبعا كانوا 7 نطي وانا دبحت منهم نتيتين، وبالمناسبة دبحت كمان البطة السوداء العتقية اللي عندي. بس اقول لكم ان انا اشتري كتاكيت، انا بصراحة اللي انا عملته ايه، تعالوا كده نشوف مع بعض، عشان برضو كل حاجة تبقى على عينك يا تاجر. نشوف مع بعض انا عملت ايه، علشان بسبب حكاية الكتاكيت ديت. طبعا انتوا عارفين ان انا مرقد ديت على بيض رومي، تمام؟ دي رقدة على بيض رومي. انا عملت لها ايه بقى؟ انا لما اطلعها بيض الفراخ بالطريقة دي كده، تمام؟ لما تولى وده تولى، اهي رقدة عليهم اهمت عشان بس يكونوا واضحين معاكم، تمام؟ تحتها حوالي 17 بيضة. هتقولي لي البيض صغير والبيض بيض بشاير، انا بالنسبة لي عادي، تمام؟ الكتكوت هيجي وهياكل وهيكبر معايا ومفيش اي مشكلة، تمام؟ بشاير بشاير، حجم الكتكوت قليل، احسن ما اروح اجيب كتكوت ب 12 جنيه ويا عالم هيعيش ولا هيموت. فانا رصدت لها كمان، هي كده البيض بتاع الرومي بقاله 7 ايام تحت منها. فانا رصدت لها هو بيض بلدي، وكمان بالمناسبة فيهم بيض الفرخة الكوشي، تمام؟ دي كده البشاير الحمد لله والفضل لله. انا عندي الفراخ كلها باضت الحمد لله، ما عدا فرخة واحدة اللي هي الفرخة دي الوحيدة اللي لسه ما باضتش.
تمام. بس هي الحمد لله موصله للبيت، عندي الفراخ البلدي كلها باضت. الفراخ البلدي اهي دولت كلهم باضم، التلاتة دول باضوا معايا تمام. اديك عايز اقول لكم ان انا خرجت البط اهو السطح اهو، ده البط الرصاصي الدكر الرصاصي والنتاية البني اهم، قاعدين تحت العشة دي خايفين من الطيور بره. انا نقلتهم في العشة دي كده على السطح، هم مستخبين بقى تحت العش. وكمان عايز اطمنكم على الرومي، انا سجلت اهو التواريخ بتاعته تمام عشان اعرف بس كده مرحلة تغيير العلف هتبقى امتى. الرومي ده كان طالع عند صاحبه يوم 5/1، النهارده 4، يعني بقاله 29 يوم. تمام عايز افتح البتاعة ديت علشان اوريكم الرومي، وعايز برضو اخد رأيكم في حاجة بالنسبة للرومي ده، لانها بصراحة صعبان عليا جدا. طبعا الرومي اهو الحمد لله والفضل لله، الرومي ظبط اهو ما شاء الله اكل. طبعا لسه مفطره الوقت ومخرط له كرات مصري اهو. عايز اخد بقى رايكم في الفرخه ديت، احللها شايفين دلوقتي بقت عامله ازاي، رجليها اتفتحت خالص بالطريقه دي كده. بالمناسبه فوم ديك بينفش، الواد ديك ده اهو هيبقى دمه حامي تمام. احللها وارميها ولا اسيبها لحد ما تموت؟ بس هي بصراحه صعبانه عليا، هي بتاكل وبتشرب كل حاجه بس صعبانه عليا المرمطه اللي هي فيها دي بصراحه، حاسس انها بتتعذب. فياريت بقى قولولي تحت في التعليقات اعمل فيها ايه، واتمنى اللي وصل معايا لحد دلوقتي ما ينساش اللايك على الفيديو. طب بس كده نشوف بقى الحلويات ديت عشان ما شاء الله. الوز اهو شايفين ما شاء الله يومه بأسبوع، والله النهاردة 4، الوز دوت النهاردة عامل 14 يوم. شايفين انا اهو طلع 20/1، اليوم عامل النهاردة 14 يوم. الوز نص كيلو بالظبط، الاعلى دكر فيهم اللي هو ده اهو الابيض عامل 490 جرام، والباقيين فيهم اتنين، واحدة 430 وواحدة 420، وفيهم واحدة 460. ان طبعا انا بوزن علشان اشوف معدل التحويل بتاعهم عامل ازاي. طبعا العلف اهو المية، ودي كان قدامهم برضو قطعت لهم شوية كرات مصر كده، بصراحة انا قطعت للطيور كلها مش ليهم هم بس. بس كده نقفل اي حاجة قبل ما اخلص الفيديو، وبصراحة أنا ما بحبش أطول عليكم في الفيديوهات برغم إن في ناس تحت في التعليقات بتقولي أطول في الفيديو، بس أنا بصراحة يعني ما بحبش أطول عليكم في الفيديوهات عشان برضو كل واحد أكيد أكيد مش كل اللي على اليوتيوب هيبقوا قاعدين فاضيين لي يعني، فبصور اللي ربنا بيقدرني عليه. والحمد لله جثت الأرنبة أهي وطلعت أشار، وهنا الطيور اهي. طبعا ميه السطح اهي نضيفه، انا جمعت الميه الوسخه هنا عشان اكبها في الصرف وبس كده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ريت بس ما تكونوش نسيتوا اللايك على الفيديو عشان بالله عليكم الفيديو ده وصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وكمان الاشتراك في القناه عشان القناه تكبر كمان وكمان بيكم. طبعا ده مش هيحصل الا بيكم، واللي حابب يستفسر عن اي حاجه سيبها لي تحت في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد على خير.